حرصت النجمة شريهان على زيارة المتحف المصري الكبير ونشرت عدد من الصور عبر حسابها على انستجرام. وظهرت شريهان وهي تتجول بالمتحف والتقطت العديد من الصور التذكارية خلال تواجدها هناك، وصد عدد من اللوحات وعلقت قائلة: أمسية لا تنسى بالأمس بالمتحف المصري الكبير مع عزيزتي مي التي اصطحبتني لمشاهدة المعرض الفني الذي يستضيفه المتحف هذا الأسبوع. وغادرت المتحف مع انطباعات لا تنسى عن الفنانين الموهوبين حقا، بالإضافة إلى الفريق المذهل الذي يقف وراء هذا المشروع الاستثنائي الموجود في المتحف المصري الكبير. أتمنى لهم كل التوفيق. وأشادت النجمة شريهان مؤخرا بمسرحية شارلي بطولة الفنان محمد فهيم، ونشر فهيم مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام كشف خلاله حضور شريهان أحد عروض المسرحية وسط إشادة كبيرة منها بفريق العمل. وتواصل شريهان دعم القضية الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، والتي تندد خلالها مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة ضد الشعب الفلسطيني.